مرحبا بكم. يوجد حول العالم الكثير من الرجال المدربين على مختلف فنون القتال ومختلف الأسلحة. هذا يجعل هؤلاء الرجال يتمتعون بقوة وشجاعة كبيرة جدا تجعل أي شخص لا يرغب في الاقتراب منهم. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم مجموعة من أخطر هؤلاء الرجال حول العالم والذين لم تراهم من قبل، فهل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نبدأ. مارتين فورد. يتمتع هذا الرجل بعضلات قوية وضخمة جدا منتشرة على جميع أجزاء جسمه كما هو واضح أمامك، ولهذا فهو يعتبر واحدا من الأشخاص الأقوياء. ولد هذا الرجل في إنجلترا وهو يعتبر من أقوى الأشخاص الرياضيين والرافعين للأثقال والممثلين، حتى أنه يتبع نظاما غذائيا معينا يساعده على بناء العضلات في أسرع وقت ممكن. يتمثل هذا الغذاء في السمك الأبيض والخضروات وصدور الفراخ والبيض. هذا ما ساعده على بناء هذه العضلات الضخمة حتى أن وزنه يصل إلى 130 كيلو جرام، حتى أنه شارك في العديد من الأفلام المشهورة العالمية. أولا، توني سانت مانت. يعتبر هذا الرجل واحدا من أقوى الرجال حول العالم، وذلك بسبب أنه يتمتع بقوة وشجاعة كبيرة جدا، كما أنه كان يعمل لدى القوات البحرية الأمريكية لمدة أكثر من 18 سنة، حتى أنه كان يشارك في العديد من العمليات العسكرية المختلفة حول العالم. هذا ما جعله يكتسب قوة وشجاعة أكثر. وبالرغم من ذلك فهو يبلغ من العمر 41 سنة فقط. هذا يعني أن العمل في هذه الظروف الصعبة بين درجات الحرارة المرتفعة والظروف البيئية المرهقة هو أمر سهل للغاية بالنسبة له. كل يوم يجري مسافة 10 كيلومترات ويستطيع رفع أثقال يصل وزنها إلى 330 كيلو جرام، ويرفع أوزانا من وضع القرفساء حوالي 280 كيلو جرام وأوزان 230 كيلو جرام في تمرين وضع الصدر. هذا يعبر عن القوة البالغة في العضلات التي يمتلكها، كما أنه ماهرا في استخدام الأسلحة، ولهذا فهو يعتبر واحدا من أخطر الرجال حول العالم. ثانيا، جيجا أوغورو. كان الكثير من الناس يظن أن شخصيات النينجا غير حقيقية، ولكن في الحقيقة أن هذا الشاب يمتلك مهارات فريدة من نوعها تساعده على ممارسة هذه الرياضة، حتى أصبح واحدا من أكثر الأشخاص المحترفين فيها. ومن خلال هذه المقاطع والفيديوهات من الواضح أنه قادر على القيام بعمل العديد من الحركات الصعبة والمخيفة والتي تمكنه في النهاية من تحقيق الفوز على أي خصم بكل سهولة. يقال أنه عندما كان يبلغ من العمر 4 سنوات كان يتدرب على رياضة التايكوندو. هذا ما جعله يبدأ الاهتمام برياضة فنون القتال والدفاع عن النفس. وفي سن 10 سنوات كان قادرا على تحقيق شهرة واسعة والحصول على بطولات عديدة، حتى أن هذا يؤكد على أنه قادرا على التصدي إلى أي شخص في وقت سريع للغاية، حتى أنه يستطيع تحقيق الفوز والانتصار. وحتى الآن يقال أنه واحدا من أقوى الرجال الذين يقومون بممارسة وعمل حركات النينجا، وهذا ما ساعده على اكتساب شهرة واسعة حول العالم. ثالثا، شي يان مينغ. هذا الرجل يعتبر واحدا من أشهر محارب الشاولين حول العالم، ومن المعروف أن محارب الشاولين يعتبر من أقوى الرجال حول العالم، وذلك بسبب المهارات المميزة والتدريبات الفريدة من نوعها والتي يقومون بها باستمرار منذ سن صغير. حيث أنه عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات كان يتدرب في إحدى معابد الشاولين على رياضة الكونغ فو، واستطاع الفوز بالعديد من البطولات والميداليات والتي جعلته من أشهر الأشخاص حول العالم، حتى أنه تم استدعاؤه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يقوم بتعليم هذه الرياضة إلى الكثير من الناس هناك، كما أنه قام بتأسيس معبد هناك حتى ينشر الديانة البوذية الفاسدة جنبا إلى جنب مع رياضة كونغ فو شاولين. ويقال عنهم أيضا أنهم لا يشعرون بأي ألم في الجسم لو تم توجيه العديد من الضربات القوية لهم. هذا يؤكد على أن هذه الرياضة تجعل الشخص يكتسب مهارات مميزة وفريدة من نوعها. رابعا، أماندل.
الرجل الشجاع الهندي. يعيش هذا الرجل في الهند، ومن المعروف عنه أنه واحدا من أقوى الرجال حول العالم، حيث أنه قادرا على التصدي للعديد من الضربات القوية كما هو واضح في هذا الفيديو. كان الكثير من الرجال يقومون بتوجيه العديد من الضربات القوية على جسم هذا الرجل، لكنه في الحقيقة كان قادرا على تحمل كل هذه الضربات بقوة، وهذا ما أدهش الكثير من الناس، حتى أنهم كانوا يوجهون له العديد من الضربات القوية بالمطارق، لكنه كان يبتسم فقط. كما أنه قد شارك في العديد من المسابقات، وهذا ما ساعده على اكتساب شهرة واسعة وكبيرة، حتى أنه كان قادرا على تحطيم العديد من الأشياء بكل سهولة وباستخدام يديه فقط، ومثل ما هو واضح أمامك في هذه الفيديوهات. خامسا، أندرسون العملاق. يعتبر هذا الرجل واحدا من أكثر الرجال الذين يخاطرون بحياتهم في الكثير من الأوقات، حيث يقوم هذا الرجل بعمل الكثير من الأشياء الخطيرة كما هو واضح في هذا الفيديو، حيث يستطيع باستخدام يديه تحطيم العديد من الأشياء بكل سهولة، وهذا ما يدهش الكثير من الناس. كما أن هذا يؤكد على الأسلوب القوي الذي سوف يتعامل به مع أي شخص يثير غضبه، حتى يقال أنه قادرا على تحطيم عصا البيسبول بكل سهولة. سادسا، فاسيلي فيراسيوك. هو شاب أوكراني الجنسية، وكان يمارس الرياضة وهو يبلغ من العمر 10 سنوات. لم يكن على دراية أنه سوف يستطيع تحقيق هذه الشهرة والنجاح في المستقبل، حيث كان يمارس مختلف أنواع الرياضات، وهو ما ساعده على اكتساب القوة اللازمة. وفي عام 2004 اكتسب شهرة واسعة، حتى تم إطلاق لقب أقوى رجل في العالم عليه، ويقال أنه استطاع الحصول على العديد من الجوائز في مختلف الرياضات التي كان يمارسها، وهذا يؤكد على الخبرة الكبيرة التي يملكها. سابعا، سيزار غالفان. هذا الشاب البرازيلي كان قادرا على القيام بالعديد من الحركات الصعبة والمستحيلة التي لا يستطيع أي شخص أن يقوم بها بسهولة، هذا بسبب القدرات الهائلة التي يتمتع بها. يكتسب خبرة كبيرة للغاية في رياضة التايكوندو، وهي ما مكنته من ممارسة مختلف الحركات الصعبة بكل سهولة. وفي هذا المشهد كان قادرا على تسديد ضربتين مختلفتين في اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، حتى أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية، وهذا ما جعله يكتسب شهرة واسعة جدا في البرازيل، وكان يمارس بعضا من هذه الرياضات في أمريكا، حتى استطاع الحصول على واحدة من الجوائز على يد الرئيس السابق باراك أوباما. ثامنا، روكسانا بيغوم. هي واحدة من أجمل الفتيات حول العالم، لكنها تكتسب قوة ومهارة كبيرة جدا في رياضة الملاكمة، وهي التي تجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها بكل جسارة. كانت بطلة ملاكمة بريطانية وعالمية في اتحاد الكيك بوكسينج، وهي بطلة الملاكمة التايلاندية وقائدة فريق الملاكمة البريطانية، بالإضافة إلى أنه معروف عنها أنها مسلمة الديانة. هذا ما أصاب الكثير من الناس بالدهشة والذهول، وهذا لم يمنعها أيضا من اكتساب العديد من المهارات والخبرات وتحقيق الفوز في المسابقات العالمية حول العالم. تاسعا، بيكا سوانسون. تبلغ من العمر 47 عام، وهي لاعبة كمال أجسام محترفة قادرة على رفع أوزان ثقيلة للغاية. وفي منتصف التسعينات كانت تهتم بممارسة هذه الرياضة، حتى استطاعت اكتساب شهرة واسعة والمشاركة في مختلف البطولات العالمية. ويحاول الكثير من الناس حول العالم تحقيق نفس الشهرة التي كانت تتمتع بها هذه المرأة، وذلك عن طريق ممارسة نفس الأسلوب أو حتى محاولتهم لتحطيم الأرقام القياسية التي تمكنت من تسجيلها بالفعل. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.